من بعد الثورة التونسية حتى لليوم تحكي برشا على الشهداء وعلى الجرحى، لكن ما عرفناش شنو مصير الناس اللي تسرقت ديارهم وممتلكاتها في فترة الانفلات الأمني. هذا اللي خلينا اليوم نتوجه لأحد الأحياء الشعبية وسط العاصمة التونسية، وهو حي الشهداء، وغادي كاننا لقاء مع عائلة متضرة من وقت الثورة، وين لقينا زادة مشكلة أحالتنا على وضعية الأجانب في بلادنا. عفيف مليك. ثورة تونسية ومصرية قامت لتحقيق الكرامة والحرية، هذا ما آمل الناس هذم يلقاوه، وبعد عامين حبينا نعرفوا شنو اللي تحقق منه. هذا اللي خلانا نتوجه لحي الشهداء بالعاصمة التونسية، وبين زنقة من زناقي لقينا حكاية عائلة تسرق مشروحة في الثورة، وهذه بقية التفاصيل. حصلت لنا مشاكل كثيرة جدا من بعد موضوع السرقة ده، لقينا السيد رئيس الحكومة أكثر من مرة، والسيد الوالي، السيد وزير حقوق الإنسان، وكلهم وعدونا انه يحلوا لنا مشكلتنا، ومشكلتنا ما اتحلتش. اوراقي كلها منتهيه تقريبا، السفاره بتاعتي طبعا ما لهاش علاقه بالموضوع، لان اوراق المحل واوراق البضاعه اللي اتسرقت كلها باسم المدام وهي تونسيه. مش تونسيه، شكيت بروحي، قول حب نعرف لي انا تونسي ولا مش تونسي. يقول لي قولي راجلك اجنبي، يمشي لبلاد ويمشي يخدم في بلاد. اخي احنا حينا مشروع هنا كنا نخدم، كانت العباد تجي تخدم عنا. راضيه روحي عطيتها هي الدار اللوطة، خاطر ما لقيت وين تمشي، ما لقيت وين تقبل، نطردش بنتي لها مالها بثلاثه صغار. ده المحل ومنه بيت نوم ومنه بيت فطور ومنه هي عيشتنا كلها في بيت واحده. حتى كنت اشتغلت فترة في شركة سيما، كان عرضوا علينا عرض جروب كامل نشتغل معهم لمدة عام أو 6 شهور على أقل تقدير. الكلام ده طبعا ما حصلش، شغلونا حوالي شهر، وحتى الشهر ده قعدنا حوالي 6 شهور نجري وراهم عشان ناخد فلوسنا أو باقي مستحقاتنا اللي كانت عندهم. وكان الجروب كله كان متأزم بسبب الموضوع ده جدا، وحصلت لنا مشاكل كتير معهم، لدرجة ان احنا تقريبا صرفنا نص فلوسنا رايحين جايين عليهم لحد ما عرفنا ناخد منهم جزء منها. محمد حجاج ومرته اليوم ما يحبوش اعانة مادية، لكن يحبوا تتسوى مشكلة اوراقهم باش يخدموا ويرجعوا الثقة لاولادهم اللي المستقبل ولا عنده صورة اخرى في اذهانهم. انا مستقبلي نشوف فيه محط، كل محطة كيف البنات الكل، نحب نقرأ ونوصل، نشوف طفلة نحكي معاها باك نبكي، ونخرج من المترو نبكي. الأجنبي اللي يعيش في تونس وضعيته فيها شوية ضبابية، هذا ممكن يكون نسبيا طبيعي ومقبول، أما تونسي يضيع بين الإدارات والوزارات باش يلقى حقوقه، اتأكد العائلة هذه أنه مش معقول.